المالك يحتاج إلى تركيب الكاميرات لمشاهدة الصور فقط، ما يحتاج أي إضافات مثل مايكروفون أو صوت. لذلك أول شيء راح نسويه راح نوزع نطاق الكاميرات إلى مناطق، لأن راح نحتاج فقط إلى زوجين من الكيابل من الكات 6 أو من كيابل التوصيل لكل كاميرا. لذلك كل كاميرا راح تأخذ فقط زوجين، والكاميرا الثانية راح تأخذ زوجين. لذلك راح يكون عندنا لكل كيبل كاميرتين. النطاق الأول راح يكون المدخل مع ممر البيت، حتكون هذه كاميرا رقم واحد وهذه كاميرا رقم اثنين. الكاميرا الموجودة في الصالة وأيضا في المطبخ راح تكون ضمن النطاق رقم اثنين، لذلك هذه راح تكون كاميرا رقم ثلاثة، والكاميرا في المطبخ كاميرا رقم أربعة. نطاق رقم ثلاثة راح يكون في كاميرا الدرج وكاميرا السطح. نطاق رقم أربعة راح يكون كاميرا السطح العلوي أو الشارع المواجه للمنزل. أتممنا عملية تمديد الأغطية للأسلاك، هذه طبعا تسمى ترانكينج، هذه اللي راح يجي في داخلها الأسلاك. تم توصيل الأسلاك، طبعا استخدمنا الأسلوب الثاني أو الطريقة الثانية في التوصيل، وهي شبك كاميرتين في سلك واحد، وهذا شيء راح يوفر عليك في الكيابل، ولكن أنا ما أنصح فيه لأنه راح يكون في نوع من الصعوبة، لأن نشاهد أنه تم مثلا فصل الكيابل الصغيرة هذه، وهذا مو بأي واحد يقدر يسويها، يجب أن يكون شخص فاهم في الأمور هذه. أيضا تم وضع علامة على الأسلاك، تقدر تحط مثلا علامات معينة أو أرقام معينة لكل سلك عشان تعرف الأسلاك هذه لأي كاميرات. طبعا حطيت الأسود والأبيض والأحمر. السلك الأزرق بالخط الأبيض راح يكون المنطقة واحد اللي راح نحط عليها الكاميرا رقم واحد واثنين، واللون الأسود راح يكون المنطقة اثنين اللي تكون فيها كاميرا رقم ثلاثة وأربعة في الصالة والمطبخ، واللون الأحمر راح يكون المنطقة رقم ثلاثة اللي تكون فيها كاميرا رقم خمسة وستة اللي هي في الدرج والدور العلوي، وآخر كاميرا راح تكون المنطقة رقم أربعة اللي هي في السطح، وهذه راح تكون كابلها خارجي أسود مميز ما يحتاج رقمه. كاميرا اثنين اخترنا لها الأزرق مع الأبيض والأزرق للصورة، والأخضر على الأبيض والأخضر للكهرباء. الكاميرا رقم ثلاثة في المنطقة رقم اثنين صالة أو المجلس، اخترنا لها اللون البني مع البرتغالي البني للفيديو والبرتغالي للكهرباء، طبعا هذا على الخط الأزرق مع الأسود الخط الثاني. في القطاع رقم ثلاثة اللي هو كاميرا الدرج مع السطح العلوي على خط التوصيل الأزرق بتيب أحمر. الكاميرا رقم ستة اخترنا لها اللون الأزرق للصورة واللون الأخضر للكهرباء. هذا الجهاز راح نطلع من الكرتون. هذه الاكسسوارات أو الإضافات اللي تجي معه، ما أعرف تقريبا شوفه كيبل تشغيل، ماوس يو اس بي، كيبل كهرباء، وهذه وصل للهارد درايف او المسجل، وهذه ممكن مال الكهرباء مال المسجلات. فقط ثمان مخارج لانها راح نستخدم فقط سبع كاميرات، ما يبغى المالك اي اضافة. وهذا مخرج USB، وهذا للشاشة HDMI، وهذا للشاشة مال اذا عندك كيبل مال الكمبيوتر، وهذا اذا عندك صوت مثلا تبغي تتكلم منه، وهذا اربع مداخل للصوت زين، وهذا اذا راح توصله مع الانترنت، وهذا ايضا مال الكهرباء والتشغيل، هني يركب البلاك ماله زين. هذا ممكن الـ RS-48 مال الـ BTZ كاميرا إذا كانت تحتاج لاستخدامها، وهذه N Alarm Out، ما أدري صراحة ممكن يكون فيه خاصية التنبيه بأي طريقة من الطرق، فالأفضل يعني نقرأ كتيب التشغيل.
استخدم 4 تيرا راوي الهارد ديسك. هذا في مثل حرف ال L يركب كذا ويلف ويجي هذا يركب. فوق هنا في بعد مثل حرف ال L على قوة شوي ترتيب. هذه كيابل الكهرباء كل واحد له كيبل يركب بهذه الطريقة. واحد يروح هذه الجهة فيها مثل ال واحد يروح هذه الجهة تعرف نكون خالصين. راح نركب القطع كيبل الاتش دي ام اي راح نركبه. لذلك نكون أعزائي المشتركين المشاهدين قد أتممنا عملية تركيب الكاميرات وأيضا توصيل كيابل التشغيل. إن شاء الله في المقطع القادم راح نتعلم كيفية تركيب وضبط جهاز التسجيل الرقمي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.